كنتم. السلام عليكم. الأخضر السعودي في بلاد الرافدين، وقبل المواجهة التاريخية كل شيء عن ملعب البصرة ومن هم السعوديون الذين لعبوا في العراق من قبل. لماذا تخلف حسين عبد الغني عن قيادة الأخضر في العراق؟ اللاعب الكبير يجيب. الفيصلي نموذج للبناء المتصاعد في الأندية، هل اقترب الإنجاز الآن؟ فهد المدلج رئيس النادي ضيف في المرمى. والمغربي الأشهر عزيز بودربالا يستعيد ذكريات مونديال المكسيك في الجزء الأول من مقابلته في مونديالون. أهلا بكم في المرمى، حيث يلتقي الأربعاء منتخب العراق والسعودية على ملعب البصرة الدولي في مباراة دولية ودية. المنتخب السعودي أجرى حصة تدريبية الثلاثاء في جدة، وتم استدعاء عبدالله الخيبري لاعب الشباب للقائمة بديلا للمصاب هتان بهبري، وتسافر بعثة الأخضر إلى البصرة صباح اليوم الأربعاء. هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها السعوديون في العراق على مستوى المنتخب الأول منذ العام 1979. رحلة المنتخب السعودي الأولى للعراق كانت العام 1975، لم تكن مواجهة ودية بل في تصفية مجمعة للتأهل إلى كأس آسيا في العام الذي يليه، وضمت إلى جانبهما قطر وأفغانستان. الملعب الذي استضاف المواجهات كان ملعب الشعب في بغداد، ولعبت السعودية ضد العراق مرتين، الأولى انتهت بالتعادل بهدف لمثله سجل محمد المغنم للسعودية وعادل للعراق هادي أحمد. المواجهة الثانية خسرها المنتخب السعودي بهدفين لهدف، لكنه تأهل بصحبة العراق إلى كأس آسيا 76 قبل أن تنسحب السعودية من البطولة القارية الكبرى. بعدها بأربعة أعوام عاد السعوديون إلى العراق في رحلة جديدة، لكن المناسبة كانت كأس الخليج الخامسة في بغداد على ملعب الشعب. تلك البطولة شهدت ولادة ماجد عبد الله الذي لعب لأول مرة بقميص الأخضر في بطولة رسمية، سجل 7 أهداف، 5 في شباك قطر، وهو رقم لم يكسر حتى الآن في بطولات الخليج. لقاء المنتخبين كان الأخير لهما في البطولة، فوز العراق يعني تتويجه بالبطولة رسميا، أما المنتخب السعودي كان يحتاج للفوز بنتيجة كبيرة كي يخطف اللقب من أصحاب الأرض، حينها السعودية 8 نقاط والعراق 10. في المباراة مثل السعودية سالم مروان في الحراسة، وفي الدفاع الراحل إبراهيم تحسين، سعود جاسم، صالح النعيمة، عبد الله عبد ربه، ومعهم عيسى حمدان وعيسى الدوسري وعيسى خليفة وفهد الحبشي ويوسف خميس وماجد عبد الله، ويدربهم الإنجليزي ديفيد وودفيلد. أما العراق فكان حارسهم رعد حمودي أفضل حارس في تلك البطولة، وأمامه إبراهيم علي، حسن فرحان، ناظم شاكر، عدنان درجال، وفي المنتصف عادل خضير وهادي أحمد وعلاء أحمد، وفي الهجوم فلاح حسن وحسين سعيد هداف البطولة ب10 أهداف، وأخيرا ثامر يوسف ويدربهم عمو بابا. في المباراة حسم العراقيون اللقب من الشوط الأول بهدفين، سجل أولا فلاح حسن وأضاف حسن فرحان الهدف الثاني، في مواجهة شهدت طرد فهد الحبشي من المنتخب السعودي في الشوط الأول أيضا. أتمنى باسمي وباسم كل وزراء الرياضة اللي موجودين إن ندعم دولة العراق العربية بوجود وزيرها، ونلعب في أرض العراق وينشال الحظر عن أرض العراق. دارك يا الأخبار دارك، دارك يا الأخبار دارك، حضرها الأهل جارك، دارك يا الأخبار دارك، صح أنت خطار الضيافة عندنا، رحبنا بيكم هذا من واجبنا، لكن الفوز معلي براياتنا. يلا على الله توكلوا بالله يا منتخبنا الوطني، يلا الفوز حبيناه، تسلم بطل يمنا، هذا الفرح شفناه، هذا الفرح شفناه. ونلعب في أرض العراق وينشال الحظر عن أرض العراق. المنتخب السعودي يلعب في الربع الأول من 2018 في أرض العراق إن شاء الله. وكان الأرجنتيني بيتسي مدرب المنتخب السعودي قد استدعى المخضرم حسين عبد الغني لاعب فريق البرتغالي البلغاري
لقيادة الأخضر السعودي في البصرة، إلا أن ناديه البلغاري رفض. وعبر الهاتف الآن يلتحق بنا حسين عبد الغني المحترف في الدوري البلغاري. حسين مساء الخير، أهلا بك. هلا والله أخوي بتان، مساء النور عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا وسهلا كابتن، ليش ما رحت العراق؟ والله طبعا يعني في البداية يعني أنا بصراحة كنت يعني كنت متحمس جدا للانضمام للمنتخب في المباراة، لكن للأسف يعني بعد ما أرسل المنتخب السعودي إيميل للنادي تكلمت مع النادي وكانوا رافضين. طبعا كانوا رافضين بحجة أنه أيام الفيفا، والشيء الأكبر أنه في مباراة عندنا كانت شوف والحظ السيء أنه كانت مباراتنا المفروض أنها تكون بكرة، لكن بسبب الثلوج الآن تأجلت جولة كاملة من الدوري البلغاري. المفروض كنا نلعب بكرة مباراة، لكن للأسف إنها أتأجلت. ولكن هم كان يعني اعتراضهم الكبير إنه ما إنه يعني مهي في أيام. طيب قرار التأجيل، قرار تأجيل كابتن حسين صدر قبل ساعات، قرار تأجيل جولة من الدوري البلغاري الآن أي. تقريبا قبل 5 ساعات تقريبا صدر. أي طيب ما تقدر تلحق يعني تبلغ إدارة المنتخب والنادي يتساعد معك الآن يعني بعد تأجيل الجولة؟ تعرف أنا أتمنى بالعكس، لكن تعرف المشكلة إنه أنا موجود في مدينة ماني في العاصمة. أي. تجري 2 ساعات تقريبا عشان أوصل للعاصمة، ولازم أروح لإسطنبول ومن إسطنبول أروح للسعودية. من إسطنبول على العراق؟ في الليل أنت. المشكلة تعرف إنه حتى في أوروبا الرحلات في الليل أنت عارف يعني في الدول يعني أي. ممكن في دول كبيرة ممكن تلقى فيها رحلات آخر الليل، لكن في دول معينة ما يكون فيها رحلات طبعاً. طيب المسؤولين في النادي البلغاري ما حاولوا يجاوبوا معك، خاصة والمناسبة أنت عارف أنها مناسبة رياضية وأكثر من رياضية، وكان المفروض يشرح لهم بطريقة كويسة ليقبلوا وجودك. والله أنا حاولت معهم بشتى الطرق يعني، واجتمعت معهم من الصباح أول ما جاني أول ما أرسل المنتخب للنادي كان معايا يعني كنت معهم في اجتماع على أساس إن أنا بحاول أنا أقنعهم بأي شكل من الأشكال، أوضحت لهم طبيعة المباراة ووريتهم قديش أنا متحمس وكنت يعني كان ودي إن أنا أشارك، وهذه فرصة كبيرة بالنسبة لي وعظيمة مو بس كبيرة. لكن للأسف يعني ما كانوا رافضين، وتعرف يعني في الأخير أنا لاعب محترف يعني ما أقدر في الأخير إني أنا أخذ أي قرار إلا لازم بموافقة النادي. طبعا أنا طلبت منهم إنهم يرسلوا خطاب عن طريق الإيميل للاتحاد السعودي يوضحوا لهم الموضوع كامل، وكان معايا الأستاذ عمر باخشمان وكان مطلع معايا على كل الأمور يعني، وارسلت له ووضحت له الأمور كاملة يعني. بالعكس هذه كانت فرصة كبيرة يعني إنه أنا يعني من الناس اللي كنت أتمنى إن أنا أشارك، كنت متحمس جدا إن أنا أشارك أول ما طلع الموضوع، لكن الحمد لله على كل حال. طيب كان في اتصالات بينك وبين مدرب المنتخب بيتسي الفترة الأخيرة أو ما في اتصالات؟ لا ما كان، لا ما في اتصالات، ما في لا ما في اتصالات، هو بس أرسل خطاب للنادي الاتحاد السعودي، أرسل خطاب للنادي وتم الرد من النادي للاتحاد السعودي، وكان يعني إلا أنا فهمته، طبعا أنا والله ما شفت الخطاب أي. لكن إلا فهمته أنه كان الخطاب أنه يوضح أنه هو مو أيام الفيفا، أنه عندنا مباراة، لأنه بالفعل هو كان بكرة المفروض عندنا مباراة لكن هنا عندنا ثلوج وكذا فأجلوا حتى الجولة كلها، الدوري كامل يعني أي الجولة كاملة تأجلت. طيب حسين بطلع عن مباراة المنتخب بسك بس سؤال أخير، كيف أرقامك في بلغاريا؟ ما تكلم أرقامك في مباريات، تكلم أرقامك اللياقية والجسمانية ولا وش الخاصة؟ اختلفت عن السعودية؟ أكيد طبعاً يختلف، تعرف نظام التدريب. أرقامك يعني أفضل ولا أقل ولا نفسها؟ لا 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 بالحمد لله أنا شايف إنه من الناحية اللي يعني البدنية والفنية أنا أشوف إنه أفضل بكثير. طبيعة الحياة هنا مختلفة، طبيعة الحياة مختلفة بالفعل. جيد. وهنا العوامل في عوامل كثير مساعدة بصراحة. جيد أرجو لك التوفيق حسين عبد الغني اللاعب السعودي الشهير، كان ممكن أن يكون في البصرة غدا لكن رفض ناديه البلغاري ذهابه إلى السعودية بحكم أن المباراة في غير أيام فيفا. شكرا حسين على هذه التوضيحات.
ونبقى في إطار هذه التغطية التاريخية لمباراة الزيارة التاريخية للرياضة السعودية إلى العراق تحديدا إلى البصرة في محاولة مبادرة السعودية محاولة رفع الحظر عن الملاعب العراقية وعودة الكرة للعراق التي أذكر بأنها بلغت المونديال في عام 86 في المكسيك ومن أوائل الدول العربية التي ذهبت إلى هناك وقدمت الكثير من النجوم والنجوم ولديها لقب آسيوي وحيد في العام 2007. من البصرة العراقية عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي يلتحق بنا الآن. سيد مسعود مساء الخير، أهلا بك، سعيد باستضافتك. أريد أن أسألك أولا كعراقيين كيف تنظرون إلى هذه الزيارة للرياضة السعودية للعراق واللعب في البصرة اليوم؟ مساء الخير بطال ومساء الخير على كل مشاهدي قناة العربية. أهلا وسهلا. اليوم أمس وصل وفد الإعلام السعودي إلى مدينة البصرة والحمد لله إجا معاهم الخير والبركة مطر ما شاء الله إلى البصرة. دائما الخير مع السعوديين يجي. إن شاء الله سيصل المنتخب السعودي، كلكم خير والبركة إن شاء الله. واليوم إن شاء الله سيصل المنتخب السعودي لملاقاة منتخبنا الوطني. نعم. اليوم في مدينة البصرة وكل الجماهير الرياضية في العراق بفارغ الصبر ينتظرون المباراة حتى يحتفلون بالمنتخب السعودي المتأهل إلى كأس العالم 2018. نعم جميل جميل هذا الكلام. وشكرا للمستشار معالي تركي آل الشيخ والسيد رئيس الاتحاد السعودي دكتور عادل عزت لمبادرتهم الجيدة بإقامة هذه المباراة في مدينة البصرة مع منتخبنا الوطني. مي. وإن شاء الله يكون بروفة الأخيرة لرفع العذر عن المباريات الرسمية عن البطولات الرسمية إن شاء الله في العراق في ثلاث مدن بصرة وكربلاء وأربيل. جميل. طيب سيد مسعود بصراحة بسألك الحين يوم الحفل المنتخب السعودي وطلع تركي آل الشيخ واعلن المبادرة السعودية في ذهاب المنتخب السعودي لمبادرة المساعدة في رفع الحظر، كان هذا الشيء تعرفه من أول أنت ولا تفاجأت فيه في الحفل؟ كان باتفاق بينك وبينه ولا قالها على الهواء أنت ما كنت تدري بصراحة؟ لا أنا كنت قبل فترة كنت قبل فترة بعثنا كتاب إلى الاتحاد السعودي للموافقة على إجراء المباراة. أي. ولكن مبادرة كان في وقتها، أنا كنت حاضر في الاحتفال بتكريم المنتخب السعودي. أي. وكنت مسرور جدا بهذا الإعلان من مستشار معالي تركي آل الشيخ، أقول له شكرا باسم كافة الجماهير العراقية يا مستشار تركي آل الشيخ. جميل. كيف يعني تقيمون هذه الزيارة في أبعاد غير رياضية؟ هل تنظرون لها من أبعاد أخرى غير رياضية أيضا؟ لا أنا الرياضية علاقاتنا جيدة مع إخواننا السعوديين وباقي دول الخليج، وإن شاء الله يكون هو مبادرة الخير لجميع المنتخبات الخليج والدول العربية والمنتخبات العالمية بإجراء المباراة على أرض العراق. جميل. كان لك حديث اليوم لإحدى الصحف السعودية قلت بأن تركي آل الشيخ يحمل هم الرياضة العربية وهو رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، هل بناء على أنها هم عربي يحمله رئيس الاتحاد العربي تركي آل الشيخ، هل تم دعوة رؤساء اتحادات عربية اليوم من جانبكم لحضور هذه المبادرة السعودية واللقاء السعودي العراقي المنتظر الشيق إن شاء الله؟ والله غدا اليوم فجر اليوم أيضا سيحضر رئيس الاتحاد المصري. نعم. أستاذ هاني أبو ريدة هو عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. صحيح. وأيضا شيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي. ممتاز. وزير الشباب البحريني، كثير من المسؤولين سيحضرون المباراة وإن شاء الله ينقلون وجهة نظرهم اليوم 16/3 اللي يكون اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي سيناقشون رفع العذر عن المباريات الدولية الرسمية في العراق إن شاء الله. إيش سويتوا اليوم بالوفد السعودي لما أناشد؟ تفضل أستاذ. تفضل أناشد جميع الدول العربية وخاصة المستشار تركي آل الشيخ أن يكونوا دائم
للكرة العراقية برفع العذر عن الكرة العراقية. جميل، السعودية قدمت هذه المبادرة، إن شاء الله تكون مساعدة وإن شاء الله يرفع الحظر، نرجع كل الدول العربية ترجع إن شاء الله تلعب في العراق، عراق العروبة وبلاد الرافدين العزيزة على قلب كل عربي. أريد أن أسألك اليوم في الجولة، لما وصلكم اليوم أكثر من 40 إعلامي سعودي، رياضيين وغير رياضيين وأكاديميين، وحتى كان في الوفد صحافة غير رياضية، استغلال كبير لهذه الزيارة أو استثمار خليني أقول كبير، وش كان برنامج الزيارة بالنسبة لهم من أول ما وصلوا؟ البرنامج هم اجوا للملعب مدينة الرياضية في البصرة، شافوا المدينة والملعب التدريب والملعب الرئيسي للمباراة، تفاجأوا بالمدينة الرياضية في البصرة، أيضا تجولوا في المدينة وأيضا في فندق، كل الأجواء كانت مهيئة لإخواننا السعوديين الإعلام السعودي، وأقول لهم أهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني عراق. جميل. أستاذ عبد الخالق بسألك، 79 لما لعبت السعودية مع العراق في بغداد دارة الخليج، آخر مرة تلعب السعودية إيش كنت أيامها؟ أنت حاضر مباراة مو حاضر؟ تذكرها ما تذكرها؟ لا كنت حاضر مباراة الخليج 79، نعم كنت في ملعب الشعب، كنت أتفرج على المباراة، ولكن هو الآن هو منو يعني رئيس منو اكثر لاعب سعودي هذيك الايام تحبه ويعجبك؟ المنتخب السعودي الى البصره. من اكثر لاعب سعودي هذيك الايام يعني؟ والمنتخبات منتخبين كان من منتخبات صحيح جيده ذاك الوقت، نجوم كبار بها، سواء كان منتخب العراقي او المنتخب السعودي على مستوى الدول العربيه. جميل. والمنتخب الحالي السعودي من يعجبك فيه؟ تابعته اللي جاي اللي يوصل الفجر اليوم للبصرة؟ طبعا انا يعني تابعت جميع المباريات المنتخب السعودي. المنتخب هو اهم شيء يلعب جماعي. منتخب جيد. حتى من يخسر المباراة متأخر بهدف او هدفين ما يأيس ويريد يعوض لآخر لحظة، منتخب السعودي يلعب، وهذا فخر إلنا منتخب السعودي يلعب مباراة افتتاح كأس العالم 2018 في روسيا. هو فخر لكل الدول العربية. طيب أتمنى الموفقية للمنتخب السعودي إن شاء الله. إن شاء الله كل العرب إن شاء الله في المونديال المقبل. أسألك على عن التذاكر، بيعت بالكامل زي ما سمعنا؟ والله أول أمس كان موجود متعاهد المباراة، كان بايعين 45,000 بطائق، أعتقد الآن نفذت جميع التذاكر، كل التذاكر بالدعوات بكل شيء، الملعب 65,000 متفرج. أرضية الملعب ما شاء الله، احنا شايفين وراك الآن أنت في مكان مفتوح، شايفين الأمطار وراك، البصرة أمطار اليوم مستمر الأمطار، أرضية الملعب كيف مع الأمطار جاهزة؟ بس ما مؤثر على ملعب. لا ملعب جاهز ولا مؤثر المطر على أرضية الملعب. طيب أتمنى إن شاء الله تكون هالمبادرة السعودية الرياضية من مؤسسة الرياض السعودية. أتمنى البتال أنت تكون ضمن الوفد الإعلامي أولاً حاضر في البصرة. شكرا على دعوتكم، وصلتني دعوة الاتحاد العراقي، ممنون لكم على هالدعوة، وإن شاء الله الظروف تسمح نزور العراق في بطولة كاملة مو مباراة. شكرا جزيلا لك، أتمنى إن شاء الله نشوف مباراة. المساحة الأخيرة بتركها لك، رسالة للعراقيين والسعوديين قبل هذه المباراة. الرسالة الأخيرة للجماهير العراقية، إخواني الأعزاء جماهير العراقية، اليوم احتفلوا بمنتخب العربي السعودي بمناسبة تأهلهم إلى كأس العالم، منتخب العربي الوحيد عن القارة الآسيا متأهلة إلى كأس العالم، ونتمنى الموفقية، وإن شاء الله اليوم يكون احتفال كبير في ملعب البصرة بالمنتخب العراقي والمنتخب السعودي. أرجو لكم التوفيق، تظهر هالمباراة بما يليق بعلاقات الود والمحبة بين الشعبين الشقيقين، وبما يخدم رياضة العراق أيضا العزيزة على كل العرب، وأن تكون هذه المباراة فاتحة خير لعودة البطولات الدولية في كافة الألعاب وليست كرة القدم على الأراضي العراقية إن شاء الله، بدءا من القرار الذي سيصدر في 16 مارس المقبل. شكرا جزيلا سيد عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم. شكرا. شكرا.
اكيد نرحب بالمنتخب السعودي الوطني ونتمنى لهم اسعد الاوقات بالعراق وخصوصا بالبصره، وان شاء الله نتمنى رفع الحظر عن ملاعبنا. اقول للمنتخب السعودي اهلا وسهلا بهم والف هلا، واذا ما شالهم الملعب تشيلهم بيوتنا. والله الله يوفقهم ان شاء الله، وهذا بلدهم الثاني. اريد نوصل رساله للفيفا وكل الرياضه بالعالم، نقول لهم العراق بخير باذن الله. باذن الله راح ترفع الحظر عن العراق. أعتقد مباراة صعبة، مباراة راح تكون أمام المنتخب السعودي، نتمنى نخرج بمباراة جميلة ونتيجة جيدة. جماهيرنا نتمنى أن تكون رقم واحد في المباراة، مباراة مهمة بكامل محاورها من حيث رفع الحظر ومعتمد عليه من قبل الاتحاد الدولي. منتخبنا يعني جاهز والحمد لله، احنا ما عندنا أي إصابة، اللاعبين كلهم يتمتعون بصحة جيدة وكلهم يعني عنده ثقة باللاعبين انه كلهم همه وعزيمه ان يقدموا مباراه رائعه. وقفتنا الاولى نتابع بعدها. الفيصلي نموذج للبناء المتصاعد في الطموح والانديه، هل اقترب الانجاز الان؟ فهد المدلج رئيس النادي ضيف في المرمى. أهلا بكم مجددا. نادي الفيصل من حرمة وسط سدير نموذج للبناء المتصاعد في الأندية السعودية، صعد للدوري الممتاز العام 2006 ثم هبط ثم عاد بعد ذلك بثلاثة مواسم، ومنذ ذلك الحين وهو يحجز موقعا ثابتا في قائمة الفرق الممتاز. هذا العام تجاوز طموح البقاء إلى المنافسة. الفيصلي إلى المركز الثالث، مركز ثالث في الدوري برصيد 33 نقطة وبلوغ نصف نهائي كأس خادم الحرمين، إنجاز يسعد عشاق الفيصلي قبل خمس جولات على نهاية الدوري. الفيصلي أو عنا بسدير كما يحلو لعشاقه تسميته، والذي يسير بخطى ثابتة نحو ضمان مقعد في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل. تعود أول مشاركة له في دور المحترفين إلى موسم 2006-2007، لكن نتائجه السلبية وقتها عجلت بعودته إلى دوري الدرجة الأولى، حيث جاء في المركز ما قبل الأخير. احتاج الفريق بعدها لثلاثة مواسم كاملة كي يصحح مساره ويستجمع قواه ويعود موسم 2010-2011 بتشكيلة من اللاعبين استطاعت أن تنهي مسابقة الدوري في المركز السابع برصيد 35 نقطة. لم ينافس نادي محافظة المجمعة على لقب الدوري، ولم يكن مهددا أيضا بالهبوط منذ عودته إلى دوري الأضواء، حيث انحصر ترتيبه بين المركزين السادس والحادي عشر في آخر خمسة مواسم. أما على مستوى مسابقة كأس خادم الحرمين وعلى مر تاريخها، فكانت أسوأ مشاركة له قبل سنتين عندما ودع البطولة في دورها 32 بخسارة أمام الجيل بركلة الترجيح. أما أفضل إنجاز له فكان العام الماضي عندما بلغ المربع الذهبي قبل أن يقصى بالهزيمة على ملعبه أمام الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، إنجاز سرعان ما عاد ليكرره هذا الموسم بعد أن تجاوز القادسية في الدور ربع النهائي ضاربا الموعد نفسه مع الأهلي في النصف النهائي. يملك الفريق ثالث أفضل خط هجوم في الدوري مناصفة مع النصر برصيد 36 هدفا، وبحوزته كذلك أفضل ثالث دفاع بعد أن دخل مرمى 25 هدفا،
كما تبقى أحد أبرز نقاط قوته في الموسم الحالي استقراره على مدرب واحد وهو السربي فوكرا زوبيتش، بعكس الموسم الماضي الذي استهلك فيه 5 مدربين. كما يملك الفريق ميزة تتمثل في مساهمة 4 لاعبين في تسجيل أكثر من نصف عدد أهدافه، ويخص الأمر كلا من إسلام سيراج وأبو سبعان وروجيريو ولويس غوستافو. واذهبوا إلى الرياض، من هناك التحقوا بنا فهد المدلج رئيس النادي الفيصلي. بالمناسبة هو أقدم رئيس نادي في الدوري الممتاز الآن. أعتقد فهد أهلا بك، شكرا لحضورك، مبروك الإنجازات المتتالية. أنت الآن فعلا أقدم رئيس نادي في السعودية من الموجودين؟ مساء الخير أخوي بتال، ومساء الخير لجميع المشاهدين الكرام. أنا سعيد حقيقة بتواجد في قناة العربية وإحنا سعيدين برنامج في المرمى وأمام إعلامي كبير مثلك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، هذا من ذوقك. لا تكبرني واجد يعني، لا أنا لسه شباب. أنت أكيد لسه شباب روحا ونصا وشكلا يعني، بس خلينا نتكلم على التاريخ. أنت الأقدم الآن في الدوري السعودي ولا بس في الدوري الممتاز؟ لا صحيح، في الدوري الممتاز اعتقد يعني انا اقدم رئيس نادي، واعوذ بالله من كلمه انا، ولكن في على مستوى المملكه العربيه السعوديه فيها ما شاء الله انديه كثيره وكبيره في مختلف الدرجات، فيها اعتقد رؤساء اكبر مني عمرا واكبر مني تاريخا في الرياضه. الفيصلي اليوم يقدم لنا نموذج البناء المتصاعد، النادي الذي ينطلق من مدينة صغيرة في عدد سكانها وفي مساحتها، وثم ينافس الفرق التي تتوافر لديها قدرات بشرية أكثر وخيارات أكثر، ومع ذلك هو الآن المركز الثالث وربما يحجز مقعده الآسيا ويصبح أول ممثل لمنطقته في آسيا كلها وليس في بلاده فقط، وهو الآن في نصف نهائي كأس الملك. كيف تم تقديم هذا النموذج في كرة القدم السعودية؟ ماذا فعلتم؟ أول الحمد لله وشكر الله. طبعا احنا من عدة سنوات وحنا نعمل بجد واجتهاد لنثبت أقدام النادي والفريق في الدوري الممتاز، وهذا نتيجة عمل من الجميع، طبعا بداية من أعضاء شرف النادي الفيصلي، هيئة أعضاء الشرف اللي هي الحلقة الأقوى دائما والداعم طبعا بعد توفيق رب العالمين. احنا دائما قبل أي موسم رياضي يكون في اجتماع مميز وسنوي مع هيئة أعضاء الشرف بقيادة رئيس هيئة أعضاء الشرف الشيخ حمد بن محمد الدريس، وكوكبة كبيرة من أعضاء شرف النادي الفيصلي. نعم. أعطي مثال بسيط، أبناء الشيخ عبد الرحمن بن ناصر العقيل أصحاب مجموعة جرير للاستثمار اللي قاعدين يقدمون شيء كثير وكبير لناديهم ومدينتهم. نعم. حرمة. الاجتماع هذا السنوي دائما يغطي العجز المتوقع في الميزانية الموسم الرياضي، كما فعلنا الموسم الحالي كان متوقع يعني يكون عجز في الميزانية قرابة 7 و8 مليون. اجتمعوا أعضاء الشرف قدموا مبلغ مميز قرابة 7 مليون، وإن شاء الله هم قادرين على الدعم زيادة بإذن الله. كم ميزانيتكم هالسنة والسنة الماضية؟ الموسم الماضي 32 مليون. اي 32 مليون هذه يتم توفيرها ولا بالمداخيل اللي هي حقوقكم في الدوري والنقل التلفزيوني والرعايات والاشياء هذه كلها، ولا هذه تبرعات؟ طبعا لا، طبعا جزء منها تقريبا 20 الى 30% هذه تبرعات من هيئه اعضاء الشرف. نعم. 30% نغطيه مجهود من مجلس اداره النادي. نعم. اللي هو عقود الرعايه. احنا عندنا عقود مميزه تقريبا 8 رعاة. نعم. مشاركين في الدوري،
ونقدم لهم ظهور إعلامي مميز إن شاء الله في جميع مباريات الموسم الرياضي وأيضا يعني البرامج الرياضية، وشراكة امتدت مع بعض الشركات تقريبا الآن من 6 إلى 7 سنوات، مثلا شركة دريس ومنتج روكو التابع لمكتبة جرير، أيضا شركة الرياضة سفر السياحة، مياه حياة، يعني هناك رعاة كثير يمكن ما يحضرني اسمهم، لكن 7 إلى 8 أحيانا يصل العدد إلى 9 رعاة يغطون تقريبا 30% من ميزانية النادي، باقي الميزانية من عقد راعي الدوري عبد اللطيف جميل عن طريق الرابطة، وأيضا مداخل النقل التلفزيوني عن طريق MBC برو. وعندكم برضو يعني دخل في بند بيع عقود اللاعبين، أنتم من أكثر الأندية اللي تبيع للأندية الكبار، يعني كل سنة يكون عندكم صفقة على الأقل. طبعا هذا جهد يعتبر مميز لمجلس إدارة النادي الفيصلي، أتكلم عن جميع الأعضاء الزملاء، جهد مميز، يعني أنا يعني انتهز فرصة أني أقدم شكر لهم جميعا لتواجدهم وتوزيع المهام في جميع إدارات النادي. تجد كل عضو مهتم بإدارة معينة، وهذا سر النجاح. النجاح ليس في رئيس النادي، النجاح حقيقة في جميع العاملين في النادي، كل يعمل ليل نهار في اختصاصه بعيد عن التداخل في يعني عمل الإدارات، مثلا إدارة الاحتراف، الإدارة القانونية، إدارة الفريق الأول، إدارة المسؤولية الاجتماعية اللي حقيقة مميزين فيها، النادي الفيصلي مميز فيها جدا. نتكلم عن يعني الموسم هذا 63 منشط في المسؤولية الاجتماعية، يعني التقارب طبعا البرامج اسم الزيارات مع المدارس مع مراكز الأيتام يعني إلى خلافه، انتهز فرصة ولكن يعني على عجالة حقيقة، والحمد لله شباب الفيصل مميزين في الشأن الاجتماعي في ترابطهم، وهذا سر من أسرار النجاح. جميل. طيب لا أخفي إعجابي بهذا الشيء، يعني وحتى لا أخفي إعجابي بأنه النادي كل اللي يخدمون فيه من أبناء المنطقة، وأنا الحقيقة أحترم كثير الناس اللي يبغون يطلعون نادي منطقتهم، ما يروحون يبحثون عن الأضواء في أندية كبيرة وعندهم فلوس يروحون يدفعونها في الأندية الكبيرة، لا، منمين نادي منطقتهم، هذا يعني الحقيقة شيء تحترمون عليه في المنطقة، قدمتوا نادي المنطقة ولم تذهبوا لبحث عن أضواء في منطقة أخرى. ودي أسأل يعني عن موضوع الأهداف، أهدافكم كانت متغيرة من موسم إلى موسم، الآن هذا الموسم مركز ثالث ونصف نهائي كأس الملك، الأهداف فعلا هذه اللي الآن وصلتوا لها مخطط لها من بداية الموسم، ولا النتائج صارت معكم ووصلتم إلى هذه النقاط؟ أنا لو أرجع بالذاكرة أخوي بتال، سبق أن يعني استضفتني في برنامج هذا، نعم، فقلت في أحد البرامج أن احنا موزعين 4 سنوات الأولى للاستقرار في منطقة الدفء، نعم، وبعدها نبحث عن أن احنا ندخل في المراكز المتقدمة، أتكلم عن 4 أو 5 مراكز المتقدمة، نعم. الحمد لله الموسم هذا عملنا بجد واجتهاد وصرفنا بداية من الإعداد، وقبل اجتماع هيئة أعضاء الشرف اللي قدموا دعم 7 مليون، نعم، ساهمت في إيجاد معسكر في هولندا مميز جدا، نعم، وقبلها تعاقد مع جهاز فني جميل، إكمال هيكلة الفريق، وتعاقد مع مجموعة من نجوم مميزين كانوا دعامة لزملائهم في قائمة الفريق. نعم. طيب هدفكم هالموسم بالضبط وش هو؟ وش مركزين عليه؟ المقعد الآسيوي ولا بطولة؟ لا، أنا حقيقة يعني الطموح ارتفع عندنا كثير، نعم، وهذا حق مشروع لكل رياضي، ما في شك، دائما أنا دائما في اجتماعاتي مع اللاعبين أقول أي رياضي لابد يكون عنده طموح، والطموح مشروع، هذه منافسة شريفة مع أندية ومع زملاء في في في
انديه المملكه العربيه السعوديه حماها الله من كل مكروه. نعم. من حقنا ان احنا ننافس، ومن حقنا ان احنا نرفع طموحنا او سقف الطموح الى ان ننافس على احد البطولات او ناخذ باذن الله بعد توفيق رب العالمين والدعاء امهاتنا وابائنا ومن احب الفيصلي ان احنا نحقق احد البطولات باذن الله. وين تبغى تشوف الفيصلي بعدها كل هالجهد هالسنين اللي ما شاء الله يعني لك مسيره طويله معه؟ اتمنى ان البطوله الغاليه جدا على قلوبنا ان احنا نتشرف بالسلام على والدنا وملكنا الملك سلمان. نعم. رعى الله وحفظه الله. نعم. طيب يعني تتمنى بلوغ النهائي للفيصل، ايش تحتاجون عشان يصير هالشيء؟ انتم العام بالغين نصف نهائي ولكن طلعتوا قدام الاهلي، انتم تلعبون مع الاهلي ايضا هذه السنه نصف نهائي وعلى ارضكم. ايش تحتاجون عشان توصلون النهائي؟ اولا لا شك المباراه صعبه جدا قدام فريق ونادي كبير جدا ببطولاته برجاله بجماهيره بلاعبيه، ولكن المنافسه داخل المستطيل الاخضر يعني لابد ان يعي اللاعبين عند الفيصل عندهم امكانيات لا تقل عن زملائهم في نادي الاهلي، لابد ان يدخلوا المباراه بعزم واراده. جميل. وأن نكون إن شاء الله ند قوي لزملائنا في النادي الأهلي، وإن شاء الله بعد الاجتهاد إن شاء الله نحقق الأهم وهو التأهل للسلام على سيدي خادم الحرمين الشريفين. نعم. أنا واحد قبل الحلقة قال لي معلومة، قلت يعني معلومة كذا طريفة، يقول لي الفيصلي أكثر نادي في السعودية له ديون على الأندية الكبيرة، صحيح؟ بس يقول ما يشتكي. لا، كان في السابق يعني موضوع مع نادي الهلال وانحل. اي موضوع اللي هو لا محمد جحفلي وايضا الاهلي والنصر اعتقد لكم ايضا انحل. لا، جميعها الحمد لله سددت ما عليه الفيصلي واشكرهم على يعني حسن التعامل. لك فتره طويله في رئاسه الفيصلي، صار فيه يعني احاسيس بينكم، خلينا نقول في ترابط عاطفي، حاسس انه في بطوله هالسنه، تشعر بقرب الانجاز؟ والله كره القدم يعني متقلبه دائما، اذا صحيح. يعني صحيح. اذا يعني اهم مبدا في كره القدم انك تحترم الخصم. نعم. وتحترم كره القدم نفسها والرياضه نفسها، ودائما انا اشدد في كلامي مع اللاعبين على احترام المنافس واحترام المباراه من بدايتها الى صافره الحكم، وان شاء الله إذا حافظ على نفسهم وحافظ على التمارين وأيضا الابتعاد عن السهر والسفر والإرهاق إن شاء الله سيقدمون إن شاء الله موسم مميز ويكملونه. الآن متبقي جولات على نهاية الموسم الرياضي، بإذن الله قادرين على تحقيق أكبر كم من النقاط. ويعني إذا كنا نستحق المركز الثالث أو الثاني أو الرابع طبعا يعني الأول بعيد عنا نوعا ما، لكن كنا احنا فرطنا في مباريات كثيره، ولكن هذه حال الكره، فرطنا في مباراه على ارضنا وكنا قريبين. نعم. جدا، اتكلم عن ثلاث او اربع مباريات قريبين جدا من حصد نقاطها. صحيح. ولكن قدر الله ما شاء فعل. صحيح صحيح. منو يختار فهد، منو يختار اللعيبه الاجانب للفيصلي؟ غالبا تكونوا ناجحين، غالبا وليس دائما. الحمد لله احنا مميزين تقريبا، اتكلم على 70% الى 80% من اختيارات الحمد لله نوفق فيها. صحيح. وهذا نتيجه ان القرار ما يكون فردي حاجة من طرف رئيس النادي فقط، ولكن يكون مشاوره مع الاجهزه الفنيه. عندنا برامج زي برنامج انستات، برنامج كثيره تساعدنا على ان احنا نتابع كل صغيره وكبيره في دوريات محترفه في انحاء العالم. جميل. أرجو لك التوفيق، أرجو أن نلتقيك في المرة المقبلة وأمامك واحدة من ألقاب الموسم السعودي، تستحق ذلك بعد هذه الفترة الطويلة التي خدمت فيها الرياضة السعودية في نادي الفيصلي أو عبر نادي الفيصلي وفي عضويتك للكثير من اللي جاء. آخر شيء عندي فتفضل. برضو النادي الفيصلي مميز في ألعاب كثيرة، نتكلم عن كرة الطائرة الآن. نعم. إن شاء الله بقي مباراتين، اذا حققوا الفوز ان شاء الله يصعدون الى الدوري الممتاز. عندنا ان شاء الله ايضا التنس الارضي
بمختلف درجاته تونس الطالب في الدوري الممتاز عنده العاب كثيره. اذا تكلمت عن مدينه حرمه عدد سكانها تقريبا 12,000 نسمه وفيها العاب مميزه والحمد لله وبيئه طيبه. ارجو لكم التوفيق. خرجت الكثير حرمه من المبدعين سواء في الرياضه او في المجالات الاخرى، وانت احد المدرج رئيس نادي الفيصلي. وقفتنا الاخيره عبد العزيز بودربالا، ذكريات المكسيك 86 ونصائح الروسيا 2018. نستقبل المنتخب السعودي الاخضر ونقول له اهلا وسهلا بكم واكثر من وياكم، القلب قبل العين قام وتلقاكم. يا ابو رجل الذهب يا محبوب الشعب يا فنان العرب مية هلا بيك. هلا هلا يا ابو رجل الذهب يا محبوب الشعب يا فنان العرب مية هلا بيك. هلا بيك هلا وانت ايدك هلا. هلا بيك هلا وانت ايدك هلا. إن يوبى الكاس واسمنا يوبى لنا، إن يوبى الكاس واسمنا يوبى لنا. أتمنى باسمي وباسم كل وزراء الرياضة اللي موجودين إن ندعم دولة العراق العربية بوجود وزيرها ونلعب في أرض العراق وينشال الحظر عن أرض العراق. مونديالون وأنا ألقاكم. صحيح المنتخب الوطني المغربي غاب على كأس العالم دي أزيد من 20 سنة، ولكن الحمد لله يعني اليوم وكنقولها بكل يعني اعتزاز وافتخار بأن منتخبنا الوطني يعني كيشكل واحد مجموعة من اللاعبين الشباب رغم السن ديالهم يعني خداو واحد الخبره وتجربه في يعني على الصعيد الدولي بحكمهم كيلعبوا بطبيعة الحال في بلدان في 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 فرق او انديه اوروبيه. وكذلك كاين جيلين، عفوا كاين هذا الجيل الشباب وكاين جيل يعني القدامى اللي هما يعني لعبوا مع المنتخب الوطني المغربي عدة مباريات دولية وشاركوا في عدة منافسات يعني إفريقية ودولية بحال خاصة كأس إفريقية، ولكن حتى يعني يعني هذيك الفترة كلها اللي لعبوا مع المنتخب الوطني المغربي ما كانش يعني مساعدهم الحظ يشاركوا في كأس العالم. فاليوم قوة منتخبنا الوطني كاين هناك تنوعات كثيرة وكاين هناك مواهب مختلفة في جميع يعني الاماكن اللي جعلت من المنتخب الوطني المغربي الان يعد من ممكن نقول من افضل المنتخبات العربيه والافريقيه. اذا كنتكلموا على هذا الجيل ديال اليوم انا كنقارنه بجيل ديال 86 لانه هو جيل متكامل، كان هناك روح التكامل كيف قلت من ناحيه من واحد العدد الجوانب كاين هناك تنسيق ما بين اللاعبين، وهذا كله يعني كيرجع الفضل بطبيعه الحال لله سبحانه وتعالى وكذلك والمدرب اغفي غناغ اللي خلق واحد الديناميه في داخل هذه المجموعه وخلق كذلك روح القتاليه وروح روح المجموعه كيف يقال. جيلكم هزم البرتغال في 86. شوف انا صراحه كان يعني من الناس اللي متفائلين في هذه المجموعه لانه عندنا المباراه الاولى ضد المنتخب الايراني، وانا اظن بان المنتخب الوطني المغربي عنده ما يكفيه من الامكانيات باش يفوز في هذه المباراه ضد ايران. في حاله الفوز في المباراه الاولى ضد ايران كنظن هناك واحد العدد ديال الطرق ستفتح يعني يعني غادي يكون توضيحات بالنسبه للناخب الوطني وكذلك للاعبين.
في المباراة الثانية ضد البرتغال. وأنا في رأيي المنتخب البرتغال أضعف من المنتخب البرتغال 86 اللي فزنا عليه في كأس العالم بالمكسيك 86، باستثناء إلى حيدنا قصينا رونالدو من هذه المجموعة هذه كظهر لي كتبقى مجموعة عادية جدا. فلهذا المباراة الأولى عندها ضد المنتخب الإيراني عندها أهمية كبيرة بالنسبة للمباراة اللي جايين ضد البرتغال وضد إسبانيا. طبعا البعض يقول هناك تقارب في اللعب ما بين المنتخبات الثلاثة، المغرب وإسبانيا والبرتغال، في طريقة اللعب، ربما الفرق هو العناصر. صحيح، كاين هناك تقارب وكاين هناك تشابه في يعني في اللعب، وخاصة كيف قلت مجموعة المنتخب الوطني المغربي. إلى رجعنا للتاريخ أستاذ، يعني من الستينات المنتخب الوطني المغربي جل المباريات اللي لعب ضد منتخبات غربية أو منتخبات أوروبية دائما كان في مستوى عالي، كان مستوى عالي. فلهذا من هذا، في هذا الجانب هذا احنا يعني